تكون هنا. خد ساعة الحتة دي عندك، اوعى حد جنبها اوعى. انت ايه؟ انت ايه؟ مصرية ولا مكسيكية ولا تركية ولا اسبانية ولا هندية؟ اكيد ده اختبار عملوه لحسين عشان يشوفني هنجح في الصياعه ولا مش هنجح. لا انا هنجح وهطلع متفوق كمان، لازم اتفوق. انت اسمك ايه؟ اسمي منال. منال؟ اسمك منال؟ ايوه. اخر ايه ده؟ مين الرزل ابن الرزل اللي جاي دلوقتي؟ يا منير افتح، نسيت المفتاح. يا نهار اسود يا سارة سودة، اتخرب بيتي، اتخرب بيتي. قومي قومي قومي، قاعدة ليه؟ خش 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 شوية، تعالي كده يا سارة سودة. منير يا منير. ايه يا منير؟ ايه مالك كتير واقفة على الباب؟ استنى عشان تفتح. مالك؟ في ايه؟ انت غريب قوي. بص يا منير، انا تعبانه قوي ونفسي اخد نص ساعه كده قيلوله. اعمل لي قهوه من البن بتاعي عشان الحق اشرب وانام شويه. انت مالك في ايه؟ ازاي؟ انت برضو نازل معاها؟ نازل ايه؟ انا مش نازل، انا داخل انام. تخيل تنام ولابس البدله ليه؟ لان البدله دي عزيزه عليا قوي، انت عارفه يعني. وهتنام بالبدله حضرتك؟ يا ماما في ايه يا ماما؟ يا ماما انا نازل دلوقتي عشان انا عندي شغل، عندي شغل يا ماما. شغل ايه اللي انت مجرجرها معاك فيه ده؟ يا ماما ما هي برضو زميلتي في الشغل، ما انا في الشغل نازل انا وهي عشان عندنا اشعة عمل. اشعة عمل لوحديكوا؟ لا يا ماما مش لوحدينا، احنا معانا ناس زملاتنا ومعانا عملاء والجرسون هيبقى واقف وناس قاعدة في الكافيه معانا، فمش هينفع نتكلم مع بعض الكلام اللي انت فاكراه يعني. يا حبيبي يا حبيبي، اصحي خش عليا ده الكلام ده. اسمعي اكمل وديني، انا رايحه دلوقتي اسكحها قلمين على وشها عشان خدودها دي تورم وتحمر وتحلو في عينك اكتر واكتر. يا ماما ايه اللي انت بتعمليه؟ ماما انا بقيت صغير على الكلام ده بقى. انت يا ماما ما تشوفي الست دي بتعمل معانا كده ليه؟ لقيت حاجه تاني جوه ولا ايه؟ لقيت ايه؟ كنت انت غبي، كنت خبيها تحت كوفرت ولا حاجه، كانت حطت معايا ولا في بيت. ايه ده؟ ايه ده؟ انت لسه مش حاسس ان انت اتجوزت وخلفت وعندك مسؤوليه؟ مش لسه بدري قوي على الكلام انت بتقوله ده. لسه بدري يا بابا بقى، انت طالع رحله والله. وبعد كده بقى خلفني يا عم، طعم الروج. طعم الروج؟ ايه الافكار التافهه اللي في دماغي يا بابا؟ يا بابا انا بحترمك. عيب انت اكلت حواجبنا. حواجب ايه انت؟ في حد هياكل حواجب؟ رايح فين؟ انا رايح في ايه؟ خد تعالى سيبني. خد تعالى انا الموبايل بتاعي. راح فين؟ راح فين؟ في ايه يا بابا؟ راح فين؟ دخل اجيب موبايلي. في ايه؟ انا هجيبه لك، خليك هنا وانا هجيبه لك. لا خليك مستريح، هدخل اجيب موبايلي. كويس قوي يا راجل البيت، ده لقيتك هنا علشان احط النقط على الحروف واجيب من اخر راجل يا محترم. في ايه يا ست؟ انت جايه تهجمي على فتنا ليه؟ ست في عينك يا قليله الادب، اسمي هانم رحمه هانم. اخيرا ما تربطيش بس حدش كلمني. انت عايزه ايه من الواد يا بنت؟ ها عماله تجيبي له يمين وتجيبي له شمال وغمزه من هنا وضحكه من هنا، في ايه؟ انت عايزه من ابني ايه؟ مش هتاخديه بطولك بعرضك، مش هتاخديه. يلا يا رحمه، يلا يا رحمه. مش هروح في حته. يا ماما يا ماما ما ينفعش كده، ما تعمليش معايا كده. لو لما يلهفك. معلش يا عمو منير، معلش احنا اسفين جدا يا طنط وضع، اصل ماما ما نمتش كويس فبتخطرف. لا انا نمت كويس جدا ومش بخرطف. يا ماما ما انت يا ماما بصي عينيكي كلها النوم يا ماما. خلاص معلش. احنا ذنبنا ايه ان مامتك عندها ارق تيجي تهجم علينا في بيتنا؟ انا لسه ازاي؟ لا هتاكلني. لا 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 انتوا شفتوا تهجيم حبيبتي؟ يلا شبابك. لا يلا بينا، يلا بينا نهرب نهرب نهرب. شفتي؟ دي عندها اسنان، دي دراكولا. ايه ده؟ دي ايه يا عم منير؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه على السرير؟ مين حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ كلم مع مدام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بشائر الفراولة. ايه ده؟ أنا أول مرة أعرف يا منير إن عندك دير، إحنا مش قصيناه من زمان؟ إيه ده؟ تلعب بدير؟ لا ده أنت زواق بتعرف تنطقي، ما شاء الله يا ما شاء الله. أنتِ يا بنت أنتِ اللي كنتِ. آه دلوقتي عرفت يا عيلة عرة. لو سمحتي خدي بالك من الفاظك وانت بتتكلمي عن العيله. لو النبي ده اللي انت فاكر يا حبيبي ده اللي فالح فيه يا اختي. ها اقصى عليك انت يا بنت انت مش انت اللي كنتي جايه عشان جميله وعايزين تتلمخوا الموضوع. ويا حبيبي يا ابني انت شفتي بيضحكوا عليك يا ماما بيضحكوا عليا انت يا قلبي انت انت يا عم منير ودي عندك جوه ربي جوزك ربي جوزك يا مدام. ايوه شفته شفته شفت انا قصدي ايه ها؟ وتقولي لا حرام ده غلبانين. لا عندك حق يا حلوين بلا قرف بس بس كل قرف. بصوا بصوا ساعة يا ماما ولا ساعة يا ماما والله انت انت راجل انت بس اطلع لك البطاقة بطاقة لو مش عاجباك البطاقة اطلع لك الرخصة رخصة ذكر ذكر حضر نفسك انا دلوقتي هتصل بالبوليس يجي يلمك التوقيع. يا راجل يا سيد خلاص يا ماما سيبوني سيبوني ساعتي شفت قلب امك تعال المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني شفت مراتك المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عايز اروح اضربها يلا بره فين البت راحت صحيح. يلا بره هو حد يفتح عبال ما يلا بره ناس يا جميله بره مين انا بسالك انت ليه مين دي ما تقوليش بشاير الجوافه لا لا انا قلت لك يا حبيبتي بشائر الفراولة عشان انت بتحب اول السنة نعبيها في برطمانات ونشيلها في الفريزر. اتفضلي يا رحمة اتفضلي يا حبيبتي. شفت يا حسين شفت البنت والاشكال اللي تعرفها لا وايه جايبها لي في الشركة ولسه بيجري وراها. يا ماما انت فاهمة غلط يا ماما والله فاهمة غلط ما تقول حاجة يا بابا. هيقول ايه؟ هيقول ايه بابا؟ ما هو بابا شايف كل حاجة بعينيه. ما تتكلم يا حسين ما تتكلم يا حسين. ان الله حليم ستار والله. واللي غيظني بقى بجد اللي غيظني ابوها ابوها الشايب العايب اللي على شفا حفره لسه بيبصبص وبيلعب بديله. يا ماما انت فاهمه غلط والله حرام عليكي وانت شفتي حاجه بعينيكي انت كده بتظلمي الراجل اما بعد ظن اسم ظن ايه يا واد ظن ايه دي خارجه من اوضه النوم ولسه بتقولي ظن تحس ايه يا واد عايز تجنني ولا عايز تموت ناس عمر. يا ماما ضربتني هنا ابوها وجعتني قوي. ما تتكلم يا حسين اقول ايه اخص عليه الراجل بعد السن ده يبقى مبصبصاتي ها افرض الموقف ده حصل معانا يا اكمل والبنت دي طالعه من اوضه نوم زي ما حصل معايا اخرس اخرس يا جزمه اخرس. المهم حبيبتي انت تهدي خالص اهم حاجه في الدنيا انت تحب مزيكا بنفسك